اول جمهور تلاقيت معاه في الكارير ديالي، لانه اول مهرجان كان ليا في المسار الفني ديالي هو مهرجان اصوات نسائيه في 2019. فنخليك تخيلي الفرحه ديالي من بعد النجاحات ومن بعد هاد الاعمال اللي درت كامله. نخليك يعني تخيلي الفرحه ديالي انني غنتلاقاهم وغادي غنيو اغاني ديالي. كنخدم على التنوع، لانه الانسان او الفنان اذا بقى يعني في واحد لو ستيل اللي هو ديالو بحال كيدخل في الملل. يعني الناس في حيلا شويه كتحس انه كاين الملل، فانا كنحاول انه يكون ميلونج، يعني دائما كاين الجديد وكاين التجدد. فالناس دائما ديك كتسنى هند شنو غادي تقدم لنا هذه المره، يعني ماشي كتكون متوقعه ان وصافي هند غتخدم فحال الاغنيات ديال اللي خدمتها قبل. فديما كيكون داك سوسبانس وديما الناس متشوقه تسمعك وتكتشفك، فهذه اهم حاجه. ممكن يكون ديو، ممكن يكون عمل خاص ديالي، فاحنا باقيين كنيغوسيو باقيين كنشوفوا شنو اللي غادي يكون مناسب. فممكن تجي شي عمل اخر اللي يغير ليا يعني استراتيجية الخدمه كامله ونصدق ما خدمهمش هادو، خدمه حاجه اخرى. فكره ديو مع فنان عربي يعني كاينه، فان شاء الله نتمنى انها تكمل ونقدموا للناس احسن حاجه.